أخاطبكم من داخل السجن. في هذا اليوم أكون قد أكملت 62 يوما من إبرابي عن الطعام، احتجاجا على تجاهل إدارة مركز الإصلاح والتأهيل والشؤون الطبية مطالبي وأهمها الحصول على الرعاية الصحية الكافية، علما بأنني أعاني من وضع صحي سيء للغاية، حيث أعاني من تشنجات ومضاعفات خطيرة للغاية. ولهذا فإنني أناشد كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية للتدخل الفوري للحيلولة دون وقوع مخاطر كبيرة جدا، خصوصا وإنني خلال الأيام القادمة سوف أتوقف عن تناول السوائل بشكل كامل إن لم يتم التجاوب مع مطالبي، وأحمل إدارة الإصلاح والتأهيل مسؤولية السلامة. ناجي فتيت ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان.